رجاء عيسى، عضوة في منظمة سارة لمناهضة العنف ضد المرأة. الهدف من هالوقف الاحتجاجي انتهاكات اللي بتصير بحق الطفل وحق المرأة، باعتبار نحن منظمة نسائية لمناهضة العنف بكافة أشكاله، ونحن عم نعيش بسوريا عم نعاني، والمرأة بوجه الخصوص يعني الأخص المرأة والطفل اللي هنا عم يتعرضوا لأبشع أنواع الفظاعة والجرائم اللي بتصير عنا بسوريا. وجرائم دولة تركيا ما وقفت وما رح توقف، مستمرة بالانتهاكات، وعم نشوف كلنا عم نلاحظ على شاشات التلفزيون ولا على الانترنت، عم نشوف المسادف الأكثر اللي هي الفئة المرأة يعني النساء والأطفال المستهدفين بيتعرضوا لهالانتهاكات اللي سواء من الدولة التركية أو من خلايا تنظيم داعش أو من أي شيء اللي عم يحدث في سوريا خلال الحرب عم نعيشها طوال صارت تقريبا شيء 11 سنة. هالحرب عم نعيشها المستهدف فيها الأكثر مستهدف هي النساء والأطفال. اللي نظم الوقفة نحن منظمة سارة لمناهضة العنف ضد المرأة وجمعية شاويشكا وشبكة قائدات السلام ومنظمة آشتي ومنظمة رنك. نحن خمسة من منظمات المجتمع المدني اللي عم تشتغل في شمال شرق سوريا. هاي الوقفة وقفة احتجاجية عم نندد بانتهاكات اللي تحصل بمناطقنا. مثل ما قلت لك سابقا الفئة المستهدفة اللي عم يحاولوا انه النساء هن اضعف يعني فئة في المجتمع، لكن نحن نقول نحن لسنا ضعفاء ورح نواجه ومالنا ما رح نستسلم، لانه ما استلمنا بالاول حتى نستسلم هلا. ورسالتنا نوجه لرأي العام لكافة العالم انه الفئات المستهدفة اللي في فئة النساء والاطفال على وجه الخصوص في سوريا. القاسم رئيس الهيئة الإدارية لشبكة قائدات السلام. أيام الأخيرة وبشكل مستمر دولة الاحتلال التركي عم تقصف مناطق شمال شرق سوريا، يعني يمكن بهاي الأثناء كوباني تضررت كتير. قبل كم يوم شفنا هذا القصف أنه أدى إلى جرح أكثر من 11 شخص، منهم طفل بترت ساقه واستشهاد مواطن كمان. فحبينا نحن نوقف وقفة احتجاجية وأمام مبنى اليونيسيف اللي حسب المواثيق الدولية وحسب عملها أنه لازم تحمي حقوق الطفل. مع ذلك عم نشوف أطفال شمال شرق سوريا عم يموتوا وينقصفوا، وبالذات هذا الطفل اللي بترت ساقه والمجتمع الدولي ساكت. فحبينا نوصل لهم رسالة أنه يتحملوا مسؤوليتهم تجاه هذا الحدث. كمان في دولة إيران حكمت بالسجن 5 سنين على المعلمة زارة محمدي. ليش؟ لأنه استخدمت حقها بالتكلم باللغة الأم باللغة الكردية، مع أنه هذا الحق موجود بكل الأعراف والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان. مع ذلك حكمت 5 سنوات بالسجن. فحبينا نحن بمناسبة هالحدثين نبين موقفنا كمنظمات مجتمع مدني، وأنه نحن نحتج على هذا الشيء، نوصل هذا الاحتجاج للمجتمع الدولي ليقوم بدوره ويتحمل مسؤوليته في حماية الإنسان حسب المواثيق والأعراف اللي هو حطها. رسالتي كمان للمجتمع الدولي، للمنظمات الحقوقية، للمنظمات الإنسانية، المنظمات النسوية، أنه يلعبوا دورهم بيوقف هاي الانتهاكات لحقوق الإنسان للإنسان بأي مكان بالعالم، وطبعا بالأخص بشمال وشرق سوريا اللي عم تتعرض يوميا لانتهاكات من قبل الدولة التركية، جرائم وانتهاكات واستهدافات، والمجتمع الدولي حقيقة صامت. سنجلا تماما عندامك كوملا شاويش كان إيرو أفسكن عندنا أم بيدا سكني بجداربونا بينج ريخستني جباكا سيفيل ريخستنا سارة شاويشكا شبكة قايدات السلام منظمة رنك منظمة آشتي لفيدكي ما أميرو فيتش على كيرابون جبو فاي تهديدات دولة تركي لسر هرمي مني روشلات وباكوري السوري وبتايبت للزرقاني والقندواري كوباني قصف ذكر قصفة عشوائية تابيج مدنية، يعني حتى تيد انه هجمارك برين داربون وزاروكك جي تيد نجي ويهاد جي كرن فافزاروكي هان اشوار دليس لويدا مدني بون تا علاقتي وي بنب الشر هبو نب كاري سياسي هبو. فتهديدات تركي عشوائيتين وتبل بيجي شبوبي مع مستعمني كردي لإيراني لويشي انه زماني كردي ددا فشبوي زماني خوا حكومتها ايراني ويحكم كرب بين صالة. فزماني كردي جوا كأي زماني دني اي اوروبي اي عربي اي فارسي، فاي مش بوتش زماني كردي قد خبه.
فأف ما مستهاني خزا روكا بعلمين زماني دايكي هات حكم كرن ببين صالة فأم إيرو الفيدكي جبيان حربين جري خصن أم دنجي خوبقينن جباك أنا في دولتي أم دنجي خوبقينن ري خصني إيج ما في مروفا أم دنجي خوبقينن جهشتي رأي عام إنه بسر في مسألة بسكنن تشاراكي ببينن نقف زاروك على قتاوي ناج الشر وحربي وزاروك كي مدني بسلاح ونقف جن إيرو قفيجني تشتكي تجريمة نكريم جرى زماني دايكي زاروك أدعلمين زماني وان.